احنا متواجدين في بنزرت المرسى القديم. باه دونك باش نحكيو شويه على حال البرت اللي هو نورمالمون معناتها يعتبر متنفس بالنسبه لاهالي مدينه بنزرت. كما معناتها يجي ويحبوا يتفرهدوا ويبدلوا الجو، لكن للاسف شفناه في حاله نتاع ثم روائح كريهه، ثم اوساخ، ثم اليوم المشكل سكروا المشكل في وقت قداو اللي ولك اللي حطوا فيهم لي فوالي هذيك شو اسمها هي. هي وقتها فما وحده سدوا على الماء باش ما يعاودش يخرج. معناتها باش مي لي فوالي كي يعمل موفيتون ما يتكسروش الفوالي، ما يهمهمش في البلاد تغرق ولا. فكان ترى في الصيف نزاسة طالعة للمخ. دونك حتى المواطن لهنا ما عادش ينجم يجي يتفرهد يتمتع بالمناظر. ما عملوا حتى شيء، شكاوا العباد مجموعه ما يعملوا شيء. هكا وقتها ماخذينها سوسيتي قويه معناتها قدات اللي قدات هكا البراج من هكا قدات عماره باش ما عادش يتعدى الهواء للبلاد في سيدي سالم وهلك البيوبور. وما يسال باش نجمهم واحد، ما يجمهم حد. شكاوا ياسر عباد شيء قالش مع هذا تو مع الرئيس هذا ماشي مع الطبقة الضعيفة يا جميع فرهد لهم أموره. احنا باش نسالوك كمواطن تونسي وخاصة أصيل ولاية بنزرت، اليوم شنو هي أولوياتك؟ شنو الطالب بالرئيس الحالي بعد الانتخابات الرئاسية طبعا؟ ينظفوا العباد من حالتين، ينظفوا هذيا ويعاودوا يقعدوا مقاومة النزوح. وينك تجني؟ مقاومة النزوح كيفاش؟ فما عباد هنا تجي ترقد في بورتو ولا حتى محلك يبدا موجود يدهم فيه وما عادش حاب يخرج. فارغ ينقص فيه ويقول لك مانيش خارج وما عنديش وما ندفعش. لكن لا حد شيء. هذيك ما تجيش مش طريقة. وقت هو جاي هنا لا عنده مسكن لا حد شيء لا واحد ما تجيش باش ترى منه يولي يخدم في الخدمه اللي ممنوعه وما يتبعها. مشاكل اخرى شنو هي بعض المشاكل الاخرى اللي تعاني منها الجهه؟ مشاكل هذه اهم مشاكل ما عندناش باركينجات ما عندناش بكل. معناتها هذاكم قاعدين بدون مقابل وشويه اخرى يجيك واحد يقول كرهبتك يقول لك اعطيني هي تعطيني دينار ولا كان شو دار المسمار مع صاحبه في يده كان شو نخربش لك. هي شنو ما لا تحسب كي يجي وما عنده حتى شيء، ما عنده حتى خدمه. منين باش يدخل الفلوس؟ باش يجي هو مكتوبه بلاش مقابل او كم شطبينها هيك البلاك. هذه هي المشاكل. فما ياسر المشاكل اللي ترى فيهم 90% مش من بوتزرت.